كما يمكننا أن نضيف أي اقتراح من جانبكم من شأنه أن يساهم. هذا الاجتماع جاء في إطار قانوني معين وهو مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 1303 المتعلق بالعنف ضد النساء. كما لاحظتم أن التركيبة لهذا الاجتماع أو لهذه اللجنة أنه يتكون من السلطة القضائية المتمثلة في الوكيل العام للملك والنائب الوكيل العام للملك المكلف بقضايا العنف ضد النساء، وكذلك قاضي التحقيق وقاضي الأحداث ومستشار للأحداث، وكذلك المسؤولين الإداريين بمحكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق الأمر برئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، كذلك ممثلي الإدارات سواء المتعلقة بالصحة، التعليم، الضابطة القضائية، درك وشرطة، وكذلك أكاديمية التعليم، وبالإضافة إلى المجلس العلمي لجهة العيون. كما لاحظتم أننا قمنا بدراسة الخطط التي يتعين سلوكها لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك في إطار جهوي، وتم الاستماع إلى جميع فعاليات ومكونات هذه اللجنة. كل اقترح ما اقترحه، وتم دراسة هذه المقترحات، وطلبنا من الجميع الإدلاء بتقارير حول حصيلة العمل التي تقوم به كل جهة على حدة. بالنسبة للمناهضة ديال العنف وعلى صعيد جهة العيون بوجدو الساقية الحمراء، أنني وليت كنشوفو يزيدوا يوميا بشكل يومي بواحد الصورة اللي هي نقولوا خيالية، ولكن اللي أنا كنطلب واللي خرجت به كتوصية بالوزارة وأيضا كنخرج به كتوصية من هنا من محكمة الاستئناف، أننا قد ما كتر العنف ضد المرأة، قد ما كتروا الجمعيات، وللأسف لازلنا لحد الساعة ما قدرناش أننا نحدوا من هذه الظاهرة. احنا الدور ديالنا توعوي بالدرجة الأولى من خلال أن عندنا منابر دينية وهي منابر مؤثرة في المجتمع اللي هي المساجد، من خلال خطب الجمعة معناتها كتكون خطب موحدة في جميع مساجد المملكة ضد هذه الظاهرة، كتوعي الناس الساكنة والمجتمع ككل. كذلك كننظموا دروس بالتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لدروس دينية وعظية في المساجد للنساء وللرجال بصفة عامة. كفاعلين جمعويين اللي بدينا واشتغلنا في هذا الموضوع، كنجبروا عدة إكراهات كيفاش كيتقبل الرجل البيضاني أو المجتمع البيضاني يتقبل العنف. يقول لك نحن مثلا المرأة في المجتمع الصحراوي لا تهان، فعلا المرأة في المجتمع الصحراوي هي مرأة ذات قيمة، مرأة قيادية، مرأة عندها قرارات، ولكن ما نقولوا على أنه ما كاين مشاكل، ما نقولوا على أن ما كاين عنف، كيف نشوفوا على أنه في المجتمع الصحراوي في اللي سبق كانت المرأة تتطلق تدي أولادها عند مؤسسة، نقولوا احنا مؤسسة الأخوال يربوا والتركة في كنف جدودهم وأخوالهم. الأب قد ما يسول عن نفقة، ما يسول عن السكن، أنه دائما من كنقول العنف خاص ما يمشي عقلنا مباشرة للمس بالسلامة الجسدية. كاين العنف المادي، كاين العنف تعدد الزوجات كيسبب عنف نفسي.